يعني خلينا نبدأ بالمبدع نجاح الموجي. نجاح الموجي قدر ان هو يعمل توليفه ما بين الاداء الكوميدي المختلف والمتفرد في وقت كان فيه يعني فطاحله كوميديا كمان، وقدر كمان يكون ليه شكل وهويه في الدراما مختلفه تماما. شايف انه نجاح الموجي قوه تاثيره وادائه الفني ان كان على الشاشه او على المسرح شايفه ازاي؟ هو الجميل في نجاح الموجي انه في زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه ظهر في وقت فعلا فيه عباقره الكوميديا وعمالقه الكوميديا، كان الفن في الوقت ده مش بياكل عيش بلغه السوق، ففضل مصر على الحفاظ على وظيفته لدرجه انه وصل وكيل وزاره في الشؤون الاجتماعيه في نفس الوقت اللي كان بيبدع فيه دراما وكوميديا. يعني ان ينجح في فيلم التحويله وواحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه، ولولا بس بعض التصريحات اللي عملها وهو كان رجل مفعم بالسياسه وكان ليه بعض التصريحات ضد الحزب الوطني يمكن عطلته شويه في هذا الوقت، ولكن انه يبقى من نجوم المونولوج لدرجه انه يفكر يعمل شريط بالفعل، المونولوج الشهير جدا في مسرحيه ملك الشحاتين لما قال اتفضل من غير ما تروت وياك تتجنن وتعود، هذا المونولوج الرائع اللي بعدها بالفعل عمل شريط ولكن برضه الرقابه سحبته او رفضته، فكان ممكن يكون احد المبدعين في فن المونولوج اضافه الى الكوميديا اضافه الى التراجيديا اللي قدمها في مع عدد كبير جدا من النجوم. يعني عمل مع احمد زكي، اشتغل مع محمود عبد العزيز، اشتغل مع عادل امام في الحريف، الحب فوق هضبه الهرم مثلا في مع الفنان الراحل احمد زكي، سمير غانم مع حضرتك يا فندم، سمير غانم كمان، يعني فنانين طبعاً كتير جدا ده قدم رائعه، يعني المتزوجون واحده من علامات المسرح الكوميدي في المسرح الحديث. تظل جمل نجاح الموجي ربما حتى الان لما نيجي بنتكلم المشهد الشهير مع وجور سيدهم بيساله بتفهم في السياسه دي مزيكا، فبيقول له انا الشعب، قالوا دي سياسة أمك يالا. هذه الجملة ما زالت بتتردد على يعني كلما ذكر نجاح الموجي نفتكر جملة أنا الشعب في مسرحية المتزوج. لا، نجاح الموجي ليه جمل كتير جدا، يعني لو قعدنا نفتكرها ليه جمل كتير جدا. طبعا ليه جمل شهيرة، ويمكن وجوده مع جورج سيدو مع سمير غانم كان ممكن يعيد ثلاثي أضواء المسرح بعد وفاة الضيف أحمد لو اتوجدت الكتابة والأفكار اللي كان بيفكرها الضيف أحمد. يمكن نص هذه النقطة تحديدا كان الوحيد اللي يقدر يكمل ثلاثي أضواء المسرح مع سمير وجورج هو نجاح الموجي. كان مختلف طبعا وكانت موهبته مختلفة حتى، بس دايما بنشوف فيه نجوم كده عندهم نقطة تحول، نقطة انطلاق، يعني حتى لو كان عندهم أعمال قبل كده أو أعمال سابقة في نقطة انطلاق أو عمل بيخليه هو بيبقى يعتبر نقطة التحول في حياة هذا الفنان. بالنسبة لنجاح الموجي شايف إن إيه نقطة التحول في حياته الفنية؟ نقطة التحول كانت مسرحية المتزوجين و الأوبريت بتاع ملك الشحاتين وفيلم التحويلة. فيلم التحويلة سينمائيا، المتزوجين مسرحيا، على مستوى الأوبريت ملك الشحاتين، فهو كان عنده نقاط تحول في الغناء وفي المسرح الكوميدي وفي السينما. بعد التحويلة طبعا كان حط أقدامه وثبت أقدامه أنه ممثل تقيل وتقيل قوي كمان، قادر على أنه يعمل أدوار الشر. حتى هو في وقت من الأوقات قال أنا مش وسيم قوي، أنا مش ممثل وسيم، أنا ممثل كوميدي، بس مش هينفع مثلا أعمل دور ضابط شرطة، مش هينفع أعمل دور محامي. فهو كان دايما متخصص في منطقة ما في المخرجين حطوه فيها وبرع فيها جدا، أنا دور ابن البلد بكل صفات ابن البلد أقدر أعمل هذه الشخصية بشكل عظيم. قبل ما نتكلم عن الفنان الراحل المبدع خالد صالح، خلينا نقف عند فيلم الكتكات كمان، لأن دي كانت نقطة مهمة في مسيرة نجاح الموجي الفنية. فيلم مع محمود عبد العزيز يبقى هو نجاح الموجي موجود فيه ويبقى علامة مميزة في هذا الفيلم، أعتقد كان شخصية الهرم، مظبوط؟ طبعا، واحنا يمكن بنطلق على نجاح الموجي هرم الكوميديا بسبب هذا الفيلم. يعني فيلم من تاليف واخراج داوود عبد السيد وماخوذ عن روايه بديعه، ويتحول الى واحد من علامات السينما واحد اهم افلام الفنان محمود عبد العزيز. ومن الجمل
يعني انت بتستعمل يا هرم ما زالت بنقولها وصح بس هنكر ايوه صح يعني احنا بنستخدمها كافيه وربما ما حدش عارف مين الهرم يعني حتى الجيل الحديث بيقولوها وهم مش عارفين مين هرم الكوميديا اللي كانت على لسانه او اللي قام بهذا الدور العظيم في واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه. طبعا الله يرحمه وهو عايش معانا باعماله الحقيقه.